هي بداية القضية كانت في سنة 2003 بالضبط في يوم 1/1/2003. كنا مجموعة من الإخوان في اجتماع سلمي بنجهز أو بنشاور نفسنا. كان في وقت 3/2003 في شهر سنة 3 في سنة 2003 يعني، كان في أمريكا بتطوح بالحرب على العراق وبتصدر تهديدات بالتدخل العسكري لدخول العراق. فاجتمعنا كنا وقتها مجموعة من الطلاب في القاهرة في حد من زمايلنا نتشاور في موضوع ازاي الطلاب ممكن يقفوا قدام الهيمنة الأمريكية وازاي يقفوا يتصدوا للحرب المتوقعة على العراق. تم مدمة الاجتماع ده بعد حوالي 30 دقيقة من بدايته، ما كناش لحقنا حتى اتكلمنا. مجموعة كبيرة جدا من القناصة والمرتدين زي أسود ومقنعين اقتحموا المكان. هي عمارة كان فيها 10 شقق، هي 5 أدوار 10 شقق. تم اقتحام ال 10 شقق ان هم ما يعرفوش احنا في اي شقه في نفس اللحظه بنفس الشكل بشكل ارقد ونرقد على الارض وظهرنا وكنا يعني ورا، وتأيدنا بالايد اللي هو البلاستيك اللي بيستخدمه الصهاينه في اسرائيل. عموما اتحولنا للنيابه وخدنا 15 يوم حبس كالعاده في قضايا الاخوان. فاول مره نازلين عرض النيابه في يوم 15/1/2003 واحنا راجعين النيابه بعد ما خدنا ال 15 يوم التانيين. المفروض نخش سجن مزرعه الطرق اللي احنا محبوسين فيه. العربيه الترحيلات قالت لنا معلش انتوا مش هتباتوا الليله في السجن عشان السجن فيه تفتيش، فانتوا هتباتوا في سجن تاني اللي هو سجن الاستقبال، سجن مجاور في منطقه السجون. دخلنا السجن ودخلنا زنازين، وكان شيء عجيب ازاي ان احنا بنبات في سجن غير السجن اللي النيابه امرت فيه حبس. جه الساعه 12 بالليل بالظبط، دخل علينا المأمور طلب مننا ان احنا نقوم عشان احنا رايحين مشوار نص ساعه وراجعين، ويا ريت كل واحد يحط على رقبته حاجه عشان الجو برد. الجو ما كانش برد وقتها، فانا خرجت بدون ما احط حاجه على رقبتي. فقال لي يا ابني خد لك حاجه تغمي بيها نفسك بدل ما يلموك بحاجه وسخه. هنا ايه ده احنا رايحين فين يعني؟ كان الرد من حد خبير كان المهندس ايمن عبد الغني، وهو كان معانا في القضيه وهو معتقد دلوقتي في القضيه العسكريه الاخيره ومحلل المحكمه العسكريه. قال لي يبدو ان احنا خلاص رايحين جهاز امن الجو. اتخذنا طلعنا صاله السجن واحنا مغميين نفسنا. جه استقبلنا مجموعه طبعا احنا مش شايفينهم، لكن بيقولوا ان احنا نسيب اي حاجه تخصنا، اللي هي في ايدينا السبحه في ايدينا المصحف. طلبوا مننا ان احنا نسيب كل حاجه، واحنا كان عددنا 14 واحد. وبعمق شديد ركبونا عربيه، احنا بنظن العربيه كانت عربيه الترحيلات احنا بنركبها، وكان وقتها في 2003 مفيش في العربيه ترحيلات كراسي. فاللي طلعني قال لي اقعد، فانا قعدت مكاني كعدت عربيات الترحيلات. فلقيت ان انا باخد يعني لكمه شديده في وشي يا كذا، طبعا كله فيه سباب وقذف قدري. انت مش شايف اداريه، هي عربيه باص كبير المفروض ان احنا نقعد فيه على الكراسي. العربيه اتجهت بينا بسرعه جامحه لمكان احنا في البدايه ما كناش عارفينه، لكن لما وصلنا هناك عرفنا ان ده جهاز امن الدوله اللي في مدينه نصر، اللي هو في الجهاز الكبير اللي هو المفروض ان هو مقر وزاره الداخليه اللي في مدينه نصر. تم استقبالنا في المكان بضابط قال لنا احنا ناس محترمه ما نعرفش انتوا جايين هنا ليه. انتوا اولا انتوا هنا في جوانتنامو مصر، كان لسه ابو غريب ما طلعش عنده حاجه، قال لنا انتوا هنا في جوانتنامو مصر، احنا هنا عزلنا قاعده عتاد القاعده، وانتوا هنا عشان تعرفوا يا اولاد كذا ان انتوا شويه كلاب في البلد دي، واحنا عارف ان على اننا احنا الاخوان المسلمين. طلب مننا ان احنا نقلع حذائنا وشراباتنا، وقفنا ده الاستقبال. بعد ما عرفنا احنا جايين هنا ليه، كنوع من احترامنا ان احنا عارفين جايين نتعذب ليه. وقفنا حافلين لمده 14 ساعه، هو البلاط كله سيراميك. 14 ساعه في شهر، احنا كنا في شهر يناير كان لسه الجو فيه شتاء وبرد، وكان اللي يحاول مننا ان هو سواء وقع او يحاول ان هو يقع عشان ان هو مجرد ان هو يقع يقعد لحظه ويقوم يقف كان يكون المعامله قاسيه جدا. وكان اول حد وقع فعلا كان معانا زميلنا الدكتور محمد الغادي، هو استاذ في جامعه حلوان كان وقتها، وتم ودي كانت اول بدايه ضرب دم ضربه من العساكر وقوم جايب كذا وقوم جايب كذا. بعد ال 14 ساعه دخلونا كل واحد زنزانه، الزنزانه هي زنزانه انفراديه مساحتها ما تزيدش عن 2 × 3 متر، فيها مصطبه اسمنتيه عليها مكتبه قذره جدا
وهي مساحة يعني ديت اللي هي الزنزانة، هي البسطبة الأسمنتية والحمام بلدي يعني اللي هو موجود في الأرياف وحنفيه، ده المكان. واحنا طبعا مزمنين، بدأت أشيل الغماية وأنا جوه على أساس إن أنا دخلت الزنزانة، فتح عليا زنزانة مرة واحدة، والمفروض إن العسكري يخش لأني متغمي، لكن هو دخل لأني مش متغمي، فدي كانت بداية بداية التعذيب نفسها، إن أنا خدت عدد من اللكمات اللي معرفش أقدر أعدها، ومعرفش شكلي كان وقتها بقى شكله إيه إن أنا متغمي، ولو عملت كده تاني ودخلت عليك الزنزانة لقيتك مش متغمي هنعوضك. الالتحاقات بدأت يعني دارت على مدار 13 يوم. احنا كان بيقولوا احنا بنعاملكم كمجموعه، بنعاملكم باحترام شديد جدا، ان احنا بنوصى علينا، مش عارف مين كان موصي علينا. كنا بنضرب بس في الشهاده، احنا ما اتعذبناش بالكهرباء، لكن كنا بيتم ضربنا في التحقيقات بس عشان احنا بنوصي علينا. وكل الزنزانه بتتفتح علينا 3 مرات في اليوم، اللي بيدخل سواء اللي بيلم الزباله كعسكري عاده ان هو يبتدي لو لقى حاجة في المخدرات وقع على الأرض يبتدي هو ياخد وجبة من الضرب، وقت اللي بيتفتح فيه الوقت التاني لو في دكتور ودخل، لو أنا ما قمتش اتنفضت والباب قبل ما يتفتح هكون واقف على الباب، قبل الباب ما يتفتح بيكون ليا وجبة أخرى من الضرب. الشكل نفسه إن بقول لحضراتكم إحنا فضلنا 14 يوم حافيين، أو 13 يوم بالظبط، 13 يوم حافيين، 13 يوم متغميين، ما نقدرش نشيل الغماية. كنت بطلب من العسكري وهو بيحركني لو حسيت ان الغمايه هتتفك من على راسي ان هو يشدها اكتر، ان انا يعني لو اتفكت وانا موجود في التحقيق كان الامر بيكون اشد صعوبه جدا يعني. في بدايه التحقيقات سمعنا صوت صريخ جامد جدا، ضابط قال لي انت عارف مين ده؟ قال لي ده ابراهيم الديجا، الشخص اللي احنا كنا في بيت بان بيصرخ، ولو ما اتكلمتش هيكون ده المصير. كان نوع من التهديد النفسي مع ان ما كانش هو ده الشخص اللي كان بيتعذب. الفترة كلها كانت قائمة على الضرب فقط، وان هم مجرد الحصول على المعلومات والاتهام. انا كنت بتخيل ان انا القضية دي ضم عليها ناس تانية غير اللي كانوا ناصحين في الاجتماع، ضم عليها 4 من قيادات الاخوان اتجابوا من بيوتهم يعني. فكنت بتخيل ان احنا كشباب والمعاملة معانا بالشكل ده، كان شباب وعيال صغيرة على كلامهم. كان معانا حد واحد زي اسمه المهندس احمد شوشة، هو برضه مقبوض عليه حاليا ومحل المحكمة العسكرية. المهندس احمد شوشه بعد ما اتقابلنا طبعا بعد ان احنا مشفناش بعض غير لما رجعنا من 13 يوم، وجدنا ان المعامله نفس المعامله، ان العسكري اللي هو العاده يناديه بالالفاظ القذره، امي القذر امي، يعني بالالفاظ القذره اللي هم يعتقدوا ان هم يعني يتحدثوا بها الينا. ما كانش في تفريق ما بين كبير او صغير، سواء في الضرب او الاهانه. حدث بسيط، محمد القاضي اللي هو كان استاذ في جامعه حلوان دخل عليه الولد العسكري اللي هو بينم الفضلات. الولد بدا يسال محمد القاضي ده هو انت بتشتغل ايه؟ فقال له انا استاذ في الجامعه. قال له يعني انت مدرس بتدرس الطلبه في الجامعه؟ قال له اه. طب انت بتقرا كام؟ محمد ده حس في نوع من الاريحيه يعني، الولد مشفق عليه وقال له طب انت ايه اللي خلاك تعرف نفسك كده قبل الظروف؟ بعد ما انتهى الحوار دوت عشان زياده في الاهانه قال له قوم لم الزباله بقى يا وسخ. بخلاف طبعا ان هو الاعتداء الجسدي اللي كان والضرب اللي احنا كنا بنتعرض له، معاملة شخصيات عامة وأساتذة جامعة زي دول كان نوع شديد من الإهانة. في نهاية التحقيقات يبدو إن كانت رجلي، إن إحنا طول الفترة حافيين، حصلها نوع من يعني إزرقت من كتر ما من البرد. وأنا في تحقيق من التحقيقات الضابط مرة واحدة قال لي إيه ده؟ أنت مال رجلك زرق كده ليه؟ أنت معاك شراب ولا شبشب بتلبسه؟ فالضابط التاني رد عليه قال له لا يا باشا بنظامهم حافيين. فقالوا يا اخي شفت ظلم الانسان الاخير الانسان، ده نوع من التهكم علينا. المكان نفسه كمكان مدينه نصر كنا احنا تاني مجموعه من الاخوان تخش المكان دوت. المكان العربيه اللي بتاخدنا كان حدد بينا انحدار شديد فيما يدل ان احنا في مكان تحت الارض. الزنزانه زي ما بقول لحضراتكم هي مترين ونص في متر او في 3 متر يعني، بمساحه اللي هي دوبك فيها المصطبه وفيها مكان الحمام. ال 13 يوم احنا متغميين، ال 13 يوم احنا متأيدين خلفي من ايدينا من خلف، وقت بس ما بيدخلوا لنا الوجبات، هم كانوا حريصين ان هم يدخلوا لنا الوجبات وقت معين ويدوا لنا ادويه بشكل معين عشان لو في اي حاجه. بتتنقل وقت الوجبه، بتتنقل ايدينا متكلبشه برضو امامي عشان ناكل واحنا متكلبشين. كنا
بنقضي حاجتنا في الحمام اللي هو المكان اللي احنا برضو قاعدين فيه واحنا متقيدين خلفي. اتصرف انت في الاخر هنا عنده حيوان، هو كان بيقول انت مجرد انا حيوانات. طول الفتره هي مدار ال 13 يوم كلها كانت بالشكل دوت. يعني المعامله نفسها من معامله العساكر، هم عساكر عادي مش متعلمين، المفروض كانت معامله اصرار على الاهانه.